السلام عليكم احبابي، اخباركم؟ اتمنى تكونوا على خير ان شاء الله كما عودتكم دائما. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد. كما تشوفوا جلسه تقليديه سعوديه، كنت واجد في مطعم الرومانسيه الغني عن التعريف صراحه، المطعم رائع، جيت له يعني مرارا وتكرارا. قلت علاش لا اليوم نعمل شي فيديو هكا يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم، وتشوف كيفاش كي يعني كاين الجلسه اللي بالمائده وكاين الجلسه هكا تقليديه. اكيد حبايبي نتمنى ينال اعجابكم ويكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم كيف ما هذا. واكيد ما تبخلوش علينا بلي لايك والاشتراك في القناه، اكيد لي كومونتير زوين لحالكم والغزال لحالكم، لانه صراحه كتشجعوني بزاف بزاف، وتشجيعكم هو اللي كنخلي نعطي كثار وكثار شي حاجه تستافدوا بها. واليوم خرجت خريجه صغيره، قلت علاش لا ما نتقاسمهاش مع الحباب ديالي. خليكم معايا تشوفوا كيفاش الجلسه كيف دايره، واكيد تشوفوا شنو اختاريت من يعني الاصناف او الاكل التقليدي ديال المملكه العربيه السعوديه. صراحه الاكل ديالهم رائع جدا، وانا تنحب شي حاجه فيها تقاليد، بغيت نكتشف تقاليد اخرى واطعمه اخرى يعني مختلفه على الطعام المغربي المعروف الغني عن التعريف كذلك. خليكم معايا حبايبي، ما تمشيو اي فوالا حبايبي، كيف ما كتشوفوا هذا هو قسم العائله. صراحه جد رائع، وكيتكون من غرف تقليديه على هذا الشكل، وكيتكون حتى من غرف اللي فيها الطاولات مع الكراسي، يعني كاين جلسه تقليديه وجلسه عصريه، يعني على حسب كل واحد والذوق ديالو وشو بيحب. صراحه الجلسه التقليديه كتير رائعه، شوفوا كيفاش حتى يعني الالوان جد جميله. بصراحه انا عجبتني الجلسه، يعني لانك تكون شي حاجه تقليديه شعبيه، وحنا شعبيين وكتعجبني شي حاجه شعبيه بصراحه. المهم حاليا كنتسناو في الاكل يوصل، ان شاء الله نتقاسم معكم شنو خدينا وهكا واللي كتوحم تسمح لينا اكيد، وان شاء الله ينال اعجابكم فيديو حبايبي ويكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم. خليكم معايا ما تمشيو فين. وصل الاكل حبايبي، كيف ما كتشوفوا عملنا هاد الماده هادي اللي كان بحال المفرش ديال الطعام باش يبقى السجاد نظيف. فوالا كنحطو في الطعام دابا، نخليكم معايا واللي كتوحم اسمح لي اكيد، اسمحوا لي حبيبي. المهم حبيت غير نتقاسم معاكم اشياء جد متواضعه بصراحه، ولكن بصراحه لانني مجربه الاكل ديالو غدا نوريكم. فوالا هذا الطبق ديال الكبسه على هذا الشكل، هذا كيكون الروز يعني منسم بالقرنفل والهيل، بصراحه الطعم ديالو رائع. وهذا الدجاج مشوي يعني عنده حتى تتبيله جد يعني لذيذه، يعني ما حبيتش اني نشهيكم ولكن بغيت نتقاسم معكم. وهذا بشاميل، هذا المسقعه ايوا بالباذنجان، صراحه لذيذه اللي كيحب الباذنجان. فوالا حبيبي هذا هو الاكل ديالنا، كيف ما كتشوفوا صراحه كيبان لذيذ. وهذو يعني المقبلات في المتبل والحمص. فوالا حبيبي صراحه الاكل جد جميل. Thank you.
الروز عنده أكلة خاصة كيف ما كتشوفوا، كنعملوا هاد لاصوص او لاصوص طماطم كيف ما كتشوفوا، يعني الطماطم كتكون عادية فوالا مع التتبيلة ديالها، كيتحط يعني غير شوية شوية من الدجاج بحال ما هكا صراحة. فوالا كتمزجهم بحال شكل بحال راك كتاكل في الكسكس المغربي بصراحة. بصراحة على هذا الشكل هذا ضروري خاصها تجمع في اليد، ويا سلام بالصحة والعافية. نتمنى ينال إعجابكم حبايبي لا فيديو، وإن شاء الله إلى الفيديو القادم. مع السلامة، باي باي.